عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشرح عن إعدادات أو خصائص الكيبورد في هواتف السامسونج. سوف نوضح في أول طريقة استنساخ النص. لدينا في الآخر الثلاثة نقاط. لدينا المود أي النمط الكيبورد، وعند النقر على علامة التوسيع سوف يقوم بإعادة الكيبورد إلى حجمه الطبيعي. ثم لدينا أيضا Text Editing أي تحرير النص. عند النقر إلى كلمة Select في الوسط سوف يقوم في النسخ العبارة، ونستطيع من الرجوع أيضا بالتحكم من خلال الأسهم. وثم لدينا في الأعلى Select All سوف يقوم بالنسخ العبارة كاملة. وثم لدينا الكت قص والكوبي النسخ والباست اللصق. وثم لدينا في الآخر الديليت أي حذف الكلمة. ثم الآن لننتقل إلى الإعدادات الكيبورد، فقط سوف نوضح الإعدادات المهمة. Language and Types أي اللغات الإدخال في الكيبورد. لإضافة لغة نقوم بالنقر على Manage Input Language، وثم من رؤية التحديث إلى اللغة أو من تنزيل لغات أخرى جديدة. ثم نذهب إلى خيار آخر وهو Keyboard Layout and Feedback أي طبقة الكيبورد والتغذية العكسية أو تغيير شكل الكيبورد وطبقة الكيبورد. أولا لدينا كيبورد Toolbar أي خصائص الكيبورد أو ميزاتها التي تظهر في الأعلى كما ترونها في الصورة موضحة لنا. ثم لدينا كيبورد Themes أي أنماط الكيبورد بشكل أسود أو الأبيض. وثم لدينا أيضا Hide Contact Keyboard Contract أي الكيبوردات في الجودة العليا العالية أو المميزة أو الملونة كما ترون، وسوف نختارهم حسب الكيبورد المناسب للعين. وثم لدينا Size أي حجم الكيبورد، سوف نقوم باختيارها عن طريق الإيد أو اللمس. وثم نقوم بالنقر على دون لتفعيله، وثم وين رغبنا بين إعادته نقوم بالنقر على Reset أي إعادة. ثم لدينا أيضا Keyboard Layout أي طبقة الكيبورد أو طبقة الحروف. أولا لدينا Numbers Keys أي الأرقام كما ترون، الأرقام واضحة في الطبقة العليا. عندما نقوم بإزالتها سوف يقوم من دمج الأرقام مع الحروف كما ترون، مدموجة مع الحروف. وثم لدينا الأشكال تظهر مع الحروف أو لا كما ترون. الآن قمنا بتفعيلها ظهرت الأشكال على الحروف. عندما نقرأ عليها بالاستمرار سوف تظهر لنا الأشكال. وثم لدينا أيضا الخاصية المهمة في الآخر كتاب فيدباك أي الاقتراحات صوت لصوت الكيبورد عند النقر على أحرف والاقتراحات. لدينا مثل اقتراح جمل أو أحرف أو إيموجيز أي الأشكال. وثم لدينا إن رغبنا من إعادة الكيبورد إلى وضعه الأصلي نقوم بالنقر على Raise Difficult Setting أي يقوم بإعادة إلى الإعدادات الأصلية. وللمعرفة أكثر عن كيبورد سامسونج نقوم بالنقر على سامسونج About Samsung Keyboard وهكذا، ورؤية التحديثات أيضا. وأتمنى بأن الحلقة أفادتكم.